في إطار توجه الدولة نحو إقامة شراكات ناجحة مع مؤسسة التمويل الأفريقية والعمل من أجل التعاون البناء، استقبل وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا رئيس مؤسسة التمويل الأفريقية والوفد المرافق له، حيث تم بحث إمكانيات التعاون في تمويل مشروعات جديدة للبترول والبتروكيماويات في ضوء برامج العمل الحالية لقطاع البترول، والتي تستهدف تنفيذ حزمة كبيرة من المشروعات لزيادة الإنتاج وتعظيم القيمة المضافة.